زي كل عام يحتل حفل الجولدن جلوبس العناوين الصحفية حول العالم، وهو هذا الشيء اللي اليوم حنغطيه لكم في فقرة سيلبرتي بوليس. اختارت سكارليت جوهانسون الحضور بفستان باللون الأحمر من فيرا وينغ مميز بديل طويل. كما أحضر رامي مالك بإطلالة كلاسيكية من دار إف سان لوران، واستحب معاه حبيبته لوسي بويتون اللي اعتمدت فستان فضي من لوي فيتون وكملت اللوك متاعها بمكياج غريب. زوي دوتش اعتمدت جامب سوت باللون الأصفر من دار فيندي مميزة بفتحة عند منطقة الصدر وكملت الإطلالة بعقد من الألماس. كما نشرت صورة على الإنستغرام كتبت عليها هيوج سليفز فول أوف سيكريتس، وحصلت هذه الصورة على أكثر من 70,000 لايك. أما جينيفر أنستون فاعتمدت فستان بسيط باللون الأسود من دار كريستيان ديور. وشانيل كان اختيار مارغريت روبي بتوب ملونة ونسقتها مع تنورة باللون الأبيض. والأناقة كانت عنوان إطلالة هيلين ميرين اللي أطلت بفستان باللون البرغندي من دار ديور. لكن الاسم اللي بعد هذا كله تصدر العناوين الصحفية هي جيلو كالعادة بإطلالة ملفتة اعتمدتها، فوصلت إلى جانب خطيبها بفستان مميز من دار فالنتينو. بسبب الربطة الذهبية الضخمة اللي كانت موجودة على قفطانها اعتبروه نقاد الموضة أشبه بالهدية. وزي كل حدث عالمي ما تغيبش أسماء المصممين اللبنانيين على هذا الحفل، فطلت أنابيلا واليز بفستان أسود بسيط من مجموعة زهير مراد لربيع وصيف 2020. ومن سيلبرتي بوليس للفقرة اللي كلكم حبيتوها وكاتر هلبة الطلبات عليها، ألا وهي فقرة ميموريز، حنمشوا نشوفوا فيها أغنية